انا جبريل مصطفى، المركز القومي للقوس قسم الميكروبيولوجيا الزراعيه. عملية تصنيع الكتان في مصر بتمر بثلاث مراحل، وهي مرحلة التعطين والتبييض ومرحلة الصباغة. كان في مشكلة في عند مصنع طنطا للكتان في مرحلة التعطين، ان التعطين بيستهلك وقت كبير جدا من 10 ل 20 يوم على حسب درجة حرارة الجو السائدة. في الحقيقة ان احنا قدرنا ان احنا نجيب عينات من صرف مية التعطين اللي موجود عنده، وقدرنا نعزل الانزيمات اللي موجود فيه، البكتيريا اللي موجودة فيها، واستخلصنا الانزيمات وقدرنا نشاطها، وتم استخدام تلك الانزيمات في عملية التعطين في الوحدة التجريبية الخاصة بتعطين الكتان اللي تم تصميمها، المكونة من 5 وحدات رأسية بالشكل ده كده. الأطوال بتاعتها بتتناسب مع طول نبات الكتان وبقطر مناسب، بتحتوي على فتحات لإضافة محاليل التعطين الخاصة بالإنزيمات، بتحتوي على فتحات تهوية، بتحتوي أيضا على فتحات لأخذ العينات أثناء عملية التعطين. بيتم تجهيز حزم الألياف بهذا الشكل، لها أوزان ثابتة وأوزان معينة معروفة، بتكون ثابتة لكل المعاملات، وبضيفها بشكل رأسي في المواسير أو في الوحدة بالشكل ده كده، وبعدين بقفل عليها بالكفر بتاعها الخاص بيها، وبيتم إضافة محلول الإنزيم من الفتحات الخاصة بيه، وبوفر جميع الظروف الخاصة لعملية التعطين، سواء كانت درجة حموضة أو مولاريتي أو درجة حرارة المناسبة. بعد 24 ساعة أو 20 ساعة اللي احنا قدرنا ننهي عملية التعطين فيها مقارنة بالمصنع، قدرنا بناخد عينة من قش الكتان الموجود عندي والمغمور في سائل تعطين الكتان اللي بيحتوي على الإنزيمات. باخد عينة من القش بالشكل ده كده، بسحبها، ببدأ اكسرها بين صوابعي بالشكل ده كده، فلازم تدين صوت طرشقة او صوت كسر مسموع، وبيكون في هذه الحالة بيحصل سهولة لفصل الألياف عن السقان.